أخبار كريبتو عالمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركا بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. قدم مالك تبادل العملات الرقمية بيتمارت عرضاً للحصول على إغاثة قضائية مسبقة للتحكيم لمنع المتسللين الصينيين من إجراء عمليات نقل غير مشروعة باستخدام بيتكوين SV. ووفقاً لتقرير صدر في 26 يوليو، قدمت شركة GBM Global Holdings عرضها أمام قاض فيدرالي في نيويورك، على الرغم من الأنشطة الاحتيالية التي تتم على حد كبير خارج الولاية، حيث جادلت الشركة بأن محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك لديها سلطة قضائية على الأعمال الاحتيالية ذات الآثار المتوقعة في نيويورك، وبالتالي فهي تطلب من القاضي التدخل قبل أن يتمكن المتسللون من بيع العملات الرقمية غير المشروعة في مكان مفتوح. تخطط حكومة كازاخستان رسمياً لتفويض المؤسسات المصرفية المحلية لفتح حسابات مصرفية لمعاملات البيتكوين الرقمية، حيث أفادت قناة الأخبار المحلية خبر 24 يوم الأحد أن العديد من البنوك في كازاخستان ستتم الموافقة عليها رسمياً قريباً لشركات الخدمات والشركات التي تعرض العملات الرقمية مثل بيتكوين. ونقلاً عن المديرين التنفيذيين من صناعة مركز البيانات ورابطة بلوكتشين في كازاخستان، يشير التقرير إلى أنه من غير الواضح ما هي المؤسسات المالية أو البنوك التي ستشارك في المشروع التجريبي، وستبدأ بورصات العملات الرقمية في التعاون مع البنوك من خلال الاشتراك في المشروع في مركز أستانا المالي الدولي، وهو مركز مالي رئيسي في كازاخستان. أعلنت حكومة ولاية مهاراشترا مؤخراً عن شراكة مع شركة لاجد دوك الهندية الناشئة في بلوكتشين لتنفيذ نظام اعتماد مدعوم من إيثيريوم لتوفير شهادات دبلوما ضد التلاعب، حيث لمواجهة الزيادة في تزوير المستندات يتعارض مجلس تنمية المهارات بولاية مهاراشترا مع سرد حظر التشفير في الهند لاستخدام بلوكتشين العامة المستندة إلى إيثيريوم. وفي بيان حصري مع كوين تيليغراف، أكد الرئيس التنفيذي لشركة لاجد دوك نيل مارتس أنه بينما يتم التحقق من الشهادات باستخدام الطرق اليدوية التقليدية، ستبدأ MSBSD في الدفاع عن طريقة التحقق الرقمي فقط لجميع طلبات التحقق اليدوي من العام المقبل. استمرت الاستثمارات في منتجات بيتكوين المؤسسية في الانخفاض الأسبوع الماضي، حيث في تقرير تدفقات الأموال الرقمية الصادر في 26 يوليو، تشير كوين شيرز إلى أن منتجات التشفير المؤسسي شهدت تدفقات خارجية للأسبوع الثالث على التوالي، مع خروج 28 مليون دولار أمريكي من القطاع خلال الأسبوع المنتهي في 23 يوليو. وعلى هذا النحو شهد الأسبوع زيادة بنسبة 170% في التدفقات الخارجية مقارنة إلى 10.4 مليون دولار أمريكي للأيام السبعة السابقة، حيث كشفت النتائج أن الصناديق القائمة على بيتكوين شهدت أكبر تدفقات خارجية بقيمة 24 مليون دولار أمريكي أو 85% من التدفقات الخارجية المجمعة من منتجات التشفير. أعلن سوق NFT التابع لشركة باينانس عن تعاونه مع متحف الأرميتاج الحكومي في سانت بيترسبورغ لإصدار مقتنيات رمزية تصور أعمال فنانين مشهورين بما في ذلك ليوناردو دافنشي وفينسنت فان كوخ، حيث في 27 يوليو كشفت باينانس عن شراكة مع المتحف لإنشاء وإصدار الرموز غير القابلة للاستبدال في نهاية أغسطس، وسيتمكن جميع مستخدمي باينانس من المشاركة في المزاد، حيث من المقرر أن يطلق المزاد نسخا محدودة من نسخ NFT من دافنشي مادون ناليتا وفانكوخ ليلاك بوش. أعلن موفر برامج تكنولوجيا المعلومات كاسيا عن تزويد عملائه بأداة فك تشفير لاستعادة بيانات العملاء التي تم قفلها في هجوم فدية في وقت سابق من هذا الشهر. وفي إشعار بتاريخ 26 يوليو على مواقعها على الإنترنت، صرحت شركة التكنولوجيا العالمية أنها ستساعد عملائها في استعادة بياناتهم المشفرة بالشراكة مع شركة الأمن سايبر أمسي سوفت، حيث تم إصدار أداة فك تشفير غامضة تمكن العملاء من الوصول إلى البيانات التي تم قفلها بواسطة البرامج الضارة التي تم نشرها في هجوم 2 يوليو. كان ذلك كل شيء حتى الساعة. إذا نال هذا المحتوى إعجابكم فاشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لمزيدا من الأخبار ومزيدا من الفيديوهات التعليمية المجانية.